اوكي دونك والديك هما اللي كانوا حابينك في الدين الاسلامي. اوكي بعد في اي سن ابو بخي هل انت لما طلعت الايات هل كان عندك تاثير خارجي والا كان طلع منك هذا الامر باش تخرج لا من طلع الدين؟ من عندي، مان عندي، اوكي امان عندي. انا شو وليت كندير؟ كنهز القران، سمعني، انا كنهز القران، كنقرا الايه وكنشوف التفسير ديالها. اوكي كنهز القران، كنقرا الايه، وصلت الايه ديال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فاش شفت التفسير ديالها قلت اوكي لا، لا يستحيل يكون الله قال هذا الكلام. اوكي يعني هذه الايه نزلت كيقول لك الله المحصن ما عندكمش الحق انكم تنكحوا المتزوجات من غير المتزوجات اللي خديتهم كسبايا كعبيد. وهاد الآية نزلت في سبايا أوطاس اللي اوكي خداوهم المسلمين ولقوا متزوجات وعندهم الأزواج ديالهم عايشين، فتحرجوا إتيانهم ومشوا قالوها للرسول، قالوا يا رسول الله لقد أصبنا نساء من أوطاس، سبايا أوطاس يعني خداو العيالات مزوجات، ولهن أزواج فتحرجن إتيانهن، فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللن فروجهن. الله حلل لهم الفروج ديال النساء متزوجات. هل هادي أنا كنقول لا يعقل خالق الكون يكون الكلام ديالو هذا، يستحيل. هاتي غير نقطة، بلا ما نهضر على زواج صغيرة اللي عطيتك في هذه الأول. النقطة، نمشوا في هذا النقطة الأساسية. أوكي في القرآن الكريم مثلا من تفسير تسمح لي اللحظة بليز نشوف، أعطيني دقيقة، في سورة دقيقة بليز، فيها عقار الله وعقرب يعطيك الخير، شكرا. أوصلها. خذي وقتك الأخت الكريمة، راني نستنى فيك. تفضل ناقشني في النقطة ديال المحصنات من النساء إلا ما من ملكت الأخت أيمانكم. الكريمة راح نتناقشوا في جزئية، يعني أنا شوفي نحكي معك بالعامية هكا باش تفهمي ويفهموا الناس، يعني أنت الجزئية اللي تناقشتي فيها السبب، وقولي لي ايه هو السبب الاساسي والرئيسي اللي خلاك تخرجي من الدين الاسلامي، هو وجود نصوص في القران الكريم تم تفسيرها وتاويلها انها لا تخدم حق المراه وحقوق المراه وفيها اهانه للمراه، هل هذا الكلام صحيح او لا؟ ماشي غير المرأة، كاين بزاف الحوايج. لا هنا المهم نحكي على الاكزامبل اللي عطيتيه لنا، حكيتي على أعطيتك غير هاد النقطة، هذيك تلك النقطة اللي أفاضت الكأس. الاكزامبل اللي عطيتيه يتحدث عن المراه وحقوق المراه، اوني داكور اكزاكتومون. اكزاكتومون، راح نمشي في هذه الجزئيه. اوكي اذا انت من خلال هذه الايات وتفسيرها انه في القران او في الدين الاسلامي هناك اجحاف في حق المراه وفيه اهانه للمراه، صح ولا مش صح؟ حسب التفسير. اذا انا لما اخذ القران الكريم اجد سوره مريم، مريم ام عيسى عليه السلام، لا عفاك، خلينا ما قطعتكش ما لا لا قطعتكش خلينا ما فادي عفاك قطعتكش بليز. من فضلك من فضلك ما قطعتكش، رح نحكي في جزئية حقوق المرأة ومن بعد بإذن الله تقاطعيني وتعطي رأيك من لا فضلك. ولكن أخي خلينا عفاك في هذه الصورة حبل بليز. الأفكار، حبل الأفكار، حكيتي في نقطة أساسية متعلقة بحقوق المرأة في القرآن الكريم وفي الدين الإسلامي، حبيت نقول لك كاين سورة مريم تتحدث عن أم عيسى عليه السلام، تتحدث عن المرأة اللي تكون عفيفة وما إلى ذلك في أحسن صورة، كذلك عندنا الملكة بلقيس زوجة سليمان، كذلك عندنا لما تحدث عن حواء في القرآن الكريم أن الإنسان آدم، يعني الله عز وجل لما حب يبين لنا كاين شيء يسمى التحليل اللغوي واللفظي والمعنوي والفلسفي اللي خلى كثير من الفلاسفة والأدباء الملحدين بالأساس يعتنقوا الدين الإسلامي، انطلاقا من سورة مثلا لما يتحدث عن آدم، آدم لما كان في الجنة رغم كنا في الجنة والملائكة إلا أنه كان وحيدا لما خلقت من ضلعه حواء لتونسه في الجنة، يعني انه مدى قيمه المراه اللي يقولها الله عز وجل بشكل غير مباشر ان المراه كانت الانيس لاول رجل في الجنه، الجنه وما هي الجنه بملائكتها، لم يكن هناك انيس ورفيق للرجل الا المراه اللي هي حواء، حتى ورغم خطيئه حواء ونزلت لم يطلب الله عز وجل من ادم ان يضرب حواء او ان يعاقبها، بالعكس
كانوا البعض سند في قصه مثلا قصه لوط، رغم ان زوجة لوط خانت زوجها يعني في اوامره او اختياراته، لكن الله عز وجل اعطانا عبره من لوط عليه السلام ان لا يضرب زوجته او يهين زوجته او يعاقب زوجته، وهذا دلاله على ان العلاقه بين الرجل والمراه كيف تكون. كذلك مريم تم تقديسها في القران الكريم ان المراه المحافظه على عفتها وكرامتها، كم لها من تقديس في القران الكريم. اذا بين الملكة بلقيس الأكبر وأعظم رجل تاريخيا في اليهودية والمسيحية والإسلام، سليمان عليه السلام ملك الإنس والجن، وكيف تعامل مع بلقيس برقي، موسى عليه السلام النبي القوي، كيف رأى امرأتين فخاطبهما وقال لهما ما خطبكما ورعى لهم الغنم. يعني من موسى عليه السلام وتعامله برقي مع امرأتين، مع سليمان وتعامله برقي مع ملكة بلقيس، مع آدم وأساسية وجود المرأة، مع عفة مريم، كل هذه الصور وكل هذه القصص تؤكد أن المرأة لها مكانة كبيرة وراقية لتنزل صورة أصلا باسمها لتحدث عن الأم. كذلك أن المرأة تكون ملكة، كذلك زوجات الأنبياء والرسل اللي هم النموذج والإكزامبل، كيفاش كان عندهم المكانة وكيف كانت معاملة الرسل والأنبياء أو الرجل والمرأة، لازم تكون بالاحترام بالرقي وبالتساوي. هذا الجزء اللي نقدر نشوفه أنا شخصيا في القرآن الكريم، اللي هو كلام الله الواضح والصريح. لما تأخذ لي أنت جزئية في تعبيرها اللغوي تم تفسيرها وتأويلها من الناس بعد 150 سنة، تكون متناقضة مع كلام الله الأساسي الموجود في القرآن الكريم، فهنا كاين تناقض ما بين النص الصريح للكلام الذي لا يتم تحريفه أو تأويله هو كلام الله، مع جزئية موجودة في السنة. وهنا نشيت لي إلى شيء يسمى بالحديث الصحيح. هل ممكن تعطيني السند والمتن يعني الكرونولوجية تاع الأحاديث التي أطلقت عليها بأنها أحاديث صحيحة؟ مهم انا رجع يا اخي مش منيتك انت حبسام قدرت طوري صح يا اخي جيتي كتقول لي الاسلام نادر وبلقيس وبلقيس تتعاود لي الخرطي كتعاود لي الخرطي ديس استوار خرطي اسمح لي اسمح لي ارد صنط لك صنط لك نوبتي نوبتي وهالعر هالعر هالعر وهالعر ويت 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 تصنط لك تصنط لك اخي المرأة لها قيمة، المرأة مساوية للرجل، المرأة ويلي 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 ابدا قلتي المرأة مساوية للرجل القرآن الكريم عاطي مساوي المرأة مساوية للرجل المرأة مساوية للرجل وحق المرأة في هذه النصوص احنا جايين مزيان 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 في خبارك ان الموضوع اللي كيعجبني نناقش هو تكريم المرأة في الاسلام داكوغ داكوغ انت قلتي لي شفتي بلقيس شفتي فلانة مريم قلتي لي حواء شفتي لي اصلا بالقيس انت هي حصره زعما قلتي كتقرا الاركيولوجي وهذا عندنا شي اثبات على هاد حواء عندنا اثباتات على مريم عندنا اثباتات على هاد بلقيس راهي زعما هي حصره انت ايكرو الدراسه ديالك هادو وما عندنا حتى شي دليل لا يعني ديال الفطور يعني انت اثار اثار تثبت هاد الشخصيات يعني انه عفاك سمح لي نكمل سمح لي عفاك نكمل سمح لي يا خي ما تقاطعنيش ما تقاطعنيش بليز ما تقاطعنيش انت كتقول عندك دكتوره اسمح لي ماشي الدكتوره كدرس كتوجد الدكتوره ديالك فرق بين انك دكتور وبان واحد يلاه كيدير البحث هادي ناقشناها قال لك سيدي عنده في العلم الاثار وتيجي كيستدل لي على حواء وبلقيس وكيهضر لي على مريم وكيهضر لي على الزوجات تاع لوط ياك ايتك عن ان القران الكريم والاسلام ما تستدلش ليا بهم وما اصلا سانيكزيست انا بني بليز عافاك بليز 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 تنط ليك
فوبوس فوبوس نوب وبتساوي من المنطلق اللغوي وبلاتي الكتاب. لماذا لا ترين هذا وبلاتي راه تصمت لك ما قاطعتك واش قاطعتك قلتي اداب الحوار صافي ما بقاش عندك اداب الحوار واش ما بقاش عندك الاركيولوجي والتاريخي والاثري بلاتي بلاتي الى ميهم سير دير كما قلتي سير لا منساش تاريخي ولا فلسفي ولا ادبي يا الاخت الكريمه انا ناقشتك في الجزئيه المتعلقه بحق المراه واخا نرجعوا في الجزئيه تاع حق المراه نرجعوا اول حاجه هذا الادعاء ديالك بلاتي هذا سميته ادعاء كتقول لي كتعاود لي دي زيستوار بلاتي بلاتي عافاك بلاتي غير لحظه بلاتي بلاتي ميهوب افتح اللايف ديالك ميهوب افتح اوكي الا كاين باقي ميهوب هنا افتح اللايف ديالك وانا هذاك سميتو الوغ اول حاجه هذا استدلال استدليتي لي بشي حاجه كيتسمى استدلال الدائري الا كنتي انت قاري كما قلتي سميتو الاستدلال الدائري انت كتستدل ليا من القران على دي زيستوار انا اصلا ما كان امنش بهم هذه النقطه الاولى قلتي النقطه الثانيه بليز بليز كيتسمى الاستدلال الدائري انت راه عارف شنو هو الاستدلال لحظه يا اخي مازال ما كملتش وخليني نكمل هذه الطريقه وبلاتي نكمل ليس له محل من الصحة أنت استدلتي بالقرآن الكريم أنا قلت لك القرآن أش كيقول ما قلت لكش راه حقيقة أجل إعطاء وجهة نظر أن القرآن لا يحترم المرأة وخليني نفس الأسلوب وبلاتي ويا أخي مناقضة لك وفوبس أنت بالقرآن الكريم أنت استدليتي بنصوص بالقرآن الكريم قولوا لي بلاتي راه حيت كاينه جولة ما نقدرش أنسى هذاك الجولة فوبس ألوغ فاش كنقولوا فاش وفوبس فاش كنقولوا أن الله كرم المرأة وعطاها حقوق وهذا ما تعطينيش لي زيستوار أونسيان أعطيني أش عطاها كحقوق في الإسلام قلتي واحد النقطة مهمة قلتي المساواة بين الرجل والمرأة ممكن تعطيني أوجه المساواة في الدين هضرتي لواحد النقطة أخرى خطيرة مغالطة راني جلي نوطي قلتي أن الله حت قال لك ما تضربوش النساء من ليستوار تاع لوط قلتيها ياك إيوا فاش هادي يمشيو القرآن سورة النساء 34 اللي كيقول لك واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الله هنا كيقول لك ضرب النساء لا دقيقه يعطيك الصحه قلت واضربوهن انت قلتي بحد ذاتك انت لست مطلعه انا ماشي مطلعه على اللغه العربيه والادب العربي هل انت اليوم كانسانه رحتي وحوست على كلمه الضرب نعم واللغة نعم العربية ما هو المفهوم وما هو المقصود من الضرب في القرآن الكريم وفي اللغة العربية اصلا الضرب هو الضرب والعصا اوكي هذا تفسيرك انت ماشي تفسيري احنا غادي يمشيو الضرب في الادب في قرين الشعر والادب كلمه الضرب وتحريف قراني انا عرفت قراني صافي حسن مثلا واللي يضربنا على الخمار على المنطقة هذه الضرب يأخذ معنى الهجران والترك وراء الهجران مش الله مكلخ وفوبس 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 فوبس الضرب يا جماعة الضرب يعني الضرب العصا اللي نمك ما تسمعيش العصا ما معنى الضرب عندك أخي ما هو الضرب عندك الهجران البعد أهل بعد أوكي أوكي لو كان معاملة الرجل للمرأة هو الضرب لكان لوط ضرب زوجته لكان آدم يعني أكبر خطيئة أنه حواء تبعت إبليس باش تاكل من الثمرة لكن ضربها آدم ما ضربش حواء لوط ما ضربش زوجته ما ضربش هذيك دونك إذا كان يعني فوبس بلا ما تدلس على الناس فوبس لكان الأنبياء في قصص كثيرة يضربوا وأصلا الناس الدارسة الأدب العربي واللغة العربية يعرفوا أن الضرب في وضرب لهم مثلا اضرب مثلا هل وضرب
الأعنق وضرب الأعنق ضرب الأعنق في القرآن. فوبوس فوبوس ملك ملك بليسي كتقاطعني فوبوس. إذا هذا الإنسان اعترفت بالأساس من البداية أنها لا تفقه للغة العربية ولا تتفقه. ونمشو حنا للتفاسير يا أخي يا أخي. واش قطع لي المايك واش قطع لي المايك استشهدت بنصوص واش قطع لي المايك من أجل إثبات جزئية أن القرآن لا يعطي حقوق للمرأة. واش قطع لي القرآن واش قطع لي القرآن الكريم من آيات تعطي صافي قطع لي المايك قطع لي المايك هذا قطع لي المايك. قالت كيف لك أن خلع. تستشهد بالقرآن وأنا أصلا لا أؤمن بالقرآن. أوا بالتالي لماذا أنت لا تؤمنين بالقرآن؟ واضربوهن أي لم يرتعن بالموعظة. ناري قطع المايك صافي صافي هذا وجه هذاك. واضربوهن أي إذا لم يردعن بالموعظة لا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح المسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واتقوا الله في النساء فإنهن عندكن عوان ولكن عليهن يؤطن فرشكن أحد تقرأ فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح فاضربوهن ضربا غير مبرح. اش من الضرب؟ قال لك الضرب هو الهجران. ها هو اصلا كيقول لك الا لم يرتعن بالموعظه ولا بالهجران. ها هي الوغ بوكوا ها هي شتوها راه وقيلا سالو كيما فهمتش كيفاش ناجوتي ميهوب ما فهمتش. هيا هاهو هاهو شتيها يا اخي شتيها وقولوا لميهوبي رانا صيفط لي انتوما واضربوهن. أميهوب وي السلام عليكم صحيت واش راكم لاباس عليك. قال لي كيضربوهن هو الهجران ما قصد لي المايك وما خلانيش باقي نهضر كيقول ليهم الضرب هو الهجران. خليه يهضر ها هو اعتقد ناقشت معاك لمده ساعتين الاخت الكريمه. هل في مده ساعتين قلتي الضرب لا دلستي وسديتي عليا دلستي قلتي خليها هما خليه يهضر خليه يهضر تفضل فوبيس تفضل. سلام الاخ الكريم. سلام خويا وسهلا. هذا الاخت الكريمه نلخص لك فيت في دقيقه ما حصل. انا راني سمعتكم انا سمعتكم مع الاخت الكريمه بالصدفه تحدثت لي عن فوبيس. انا سمعتكم انا سمعتكم انا سمعتكم. مرحبا بك معك ميهوب جزائري غليزاني وهراني. مرحبا. مرتد خارج من الدين الاسلامي. داكور. فوالا ما سبيسياليتي بيان سور سي النصوص مصادر تشريع الاربعه وكنت نسمع فيك حبيبي وصار في بليزير نسمع ولد البلادي. غير حاجه ما عجبتنيش هي 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 في الهضره كي نهضروا واحد لازم يكون ديمقراطي يهضر ويمد ما كاش مشكل. انا شوف انا بين نفسي الاخت الكريمه تحدث 20 دقيقه وبعد انا جيت نتكلم كلمه تقاطعني وتحكي عشر كلمات جيب لي حنا مش يعني لازم تحشمي. اعتقد راك تقصد فيها هي ما قاطعتهاش ووجهت النقاط راح نناقشها لكن كل ما نقولها كلمه تقاطعني تبدا تتحدث. لا لا تفضل اخويا خليه هو جيبوا رابع الا حبيتوا رابع نديروا جولات. لا لا ما نقدروا نديروا باسكو نبعثوا فري دوموند. راه كاينه كاينه نقدروا نديروا بثلاثه اميهو ما كاش مشكل ما كاش مشكل فوالا ما كاش مشكل. الوغ كنت تحكوا على على العنف ضد المراه ولا حقوق المراه في الاسلام. الاخت الكريمه اللي عطتها لي كنموذج يعني او كعنوان هو قال لك بعدا كاين اول حاجه قال لك الرجل مساوي قال لك مساوي قال لك القران كيعطينا المساواه بين المراه والرجل. ما كاش مشكل كي شوف كي نعرفوا حاجه نديروا يسموها جو بونس فوبيس راه انسان متعلم. انا كنت نسمع شويه ما مدار لي بلوك باسكو علقت عليه ديفا في الشات نتاعو باسكو بورتو كنت نهضر بالمنطق كنت نهضر على المغالطات المنطقيه بصح ما كاش مشكل سي با كاب. باش نعرفوا حاجه لازمنا نديروا انالوجي ما نقدروش نعرفوا حاجه لا مليحه وما يكونش عندنا انالوجي يعني لازمنا نديروا فرق. انا اللي حاب ناخذ مرا وين ما نسكن انا فوبيس في النرويج ان شاء الله تسمع فيا وناخذوا فوالا وناخذوا مرا في الشريعه الاسلاميه ونشوفوا شكون هي اللي عندها الحقوق بلوس. بصح كي نهضروا الحقوق لازم نهضروا على حاجه نهضروا على القانون
في الشارع ما نهضروش على البشر، باسكو البشر كنا نهضروا على البشر نغلطوا عليه. المسلمين كاين ناس ملاح وماشي ناس ملاح، باسكو انا فاميلتي مسلمين، خوتي صحابي لا فامي تاعي كلش، كيما الملحد تاني انا مانيش ملحد، انا لا دينيه. تلقى الملحد تلقى الناس ملاح وماشي ملاح، والانسان اللي ماشي مليح الوغ كي تهضر على البشر توجور تغلط. سي بور سان كومباريو كلام الله صافي، ديال القران السنه الاجماع مع باريزام القانون النرويجي. الوغ نبداو وانت بدا في الاسلام، في السنه، في القران، في السنه، في الاجماع، البنت يقدر باباها يزوجها 6 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين. القرآن أعطيني الدليل من القرآن. نعم ما كانش مشكل، سأعطيك الآية القرآنية التي يعتمد عليها في تفسير الطبري بن كثير. لا لا الآية بشكل واضح ما تقولش لي أصل الآية. نعم 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 الآية بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق، ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولا لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملها صدق الله العظيم. هذه الآية بتفسير الطبري بن كثير البغوي القرطبي السعدي الزمخشري الجلالي كل علماء أهل السنة والجماعة تتكلم على عدة الطفلة الصغيرة التي لم تحض. نعم وعندنا 21 حديث النص الأخ لما الآية اللي تتحدث عن اللي ما يجيهمش الحيض ليس مربوط ب يعني بإنسانة ما بلغتش، لأنه قد تكون امرأة كبيرة مثلا وما يجيهاش الحيض أوكي، أو يكون كاين يعني الآن مع العلم وجينيكولوج وكاع عرفنا كاين كثير حالات ناس اللي ما يجيهاش الحيض ورغم أنه ما تربطش بهذا الجزئية. أنا النقطة الأساسية لما تحدثت عن حقوق المرأة مع الأخت الكريمة قد هي سبب نزولها أو خروجها عن الدين الإسلامي هو وجود آيات فيها إهانة للمرأة وإجحاف في حق المرأة، فقلت لها بما أنك استعنت من القرآن الكريم بنصوص مهينة للمرأة أو مسيئة للمرأة حسب فهمك أو تفهم مفسرين محددين مثل كلمة الضرب التي في اللغة نعرف كلمة الضرب عندها الهجران والترك والبعد وليس فقط الضرب يعني الضرب بشكل واضح ومباشر، وأعطت لها نصوص تتحدث عن يعني مواقف وقصص بين علاقة الرجل سواء مع زوجته أو مع بنته أو مع أمه أو ما إلى ذلك، وكيف فيها يعني من المفهوم اللغوي أو الإنساني علاقات إنسانية مبنية على الاحترام وعلى احترام المرأة وما فيهاش يعني تذليل أو إهانة للمرأة نهائيا، وبالتالي هذا الكلام يتناقض مع التفسيرات البشرية المؤولة لكلام الله. هذا لا يعني أن القرآن فيه تناقض بين حق المرأة وعدم حقها، وإنما في البشري الذي فسر الكلام حسب مفهومهم في ذلك الزمان. برافو يعطيك الصحة. معليش زواج صغيرة يظهر انه ما عندكش معلومات فيه، رغم انه انا وانت جزائري في القانون الجزائري علي عيّة ممثل وزارة الشؤون الدينية عندها اسبوع 3 أسابيع في القناة النهار في القناة الرسمية كان يتكلم على حديث الرسول تاع عائشة 5134 1422 تزوجني النبي وانا بنت 6 سنين ودخل بي وانا بنت 9. يعني اسمح لي فقط هذه النقطة على زواج صغيرة بس نخلوها اكوتي، يظهر انه ما عندكش معلومات فيما يخص الاجماع. غادي نهضر لك على النووي، عبد البر، ابن حجر، ابن تيمية، ابن القيم، نهضر لك على كافة العلماء كلهم اللي اجمعوا على ان زواج الطفلة الصغيرة يعني يزوجها ابوها هذا ما فيش حتى شك، ولكن خلوها اكوتي مادام انه هذا موضوع يخص الطفلة الصغيرة. وهنا يعني كاين فرق من مادابية تبحث فيه وناقشوا فيه، بس هذا انا عندي فيه 4 دكتورات لا مجال للمناقشة. السؤال فقط ما هو الأسلوب أنت يعني لما تقوم بهذا البحث أو النقد؟ أعطني فقط يعني المنهجية أو الأسلوب اللي تعتمد باش نعرف جزئية يعني الفكرة اللي نهضر معك بها وتستوعب المستوعب. صح ما كاش مثل ما حدث مع الأخت هنا. ما هو الأسلوب؟ برافو عليك. عندك الصح عندك الصح. أنا لما أناقش شخص دائما أنا أقول أناقشه. لا ليست لمناقشة الشخص أنت يعني فوق من الشخص. نعم 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 رحمة الله ويفهمتك. هو المبدأ والأسلوب المنهج تعتمده. تفضل. نعم أنا أعتمد أولا لما أناقش الشخص أعتمد على مصادر التشريع في الإسلام اللي هي في الحقيقة كثيرة، ولكن الأولى هي 4 هي القرآن بتفسير علم الأثر، أعتمد على السنة فقط الصحيحة الأحاديث الصحيحة التي ما ثبت صحيح، فإذا الحديث الضعيف أو الموضوع هذا ما نعتمدش عليه، نعتمد على الإجماع. الإجماع ما نقله الإجماع، فإذا كما في زواج صغيرة نقل عن ابن المنذر عن الإجماع صافي، عن المذاهب الفقهية 4 المالكية، الحنفية، الحنابلة والشافعية أنه هناك إجماع على تزويج الطفلة الصغيرة. هذا هو المنهج لما أخاطب شخص من الجهة الأخرى، ولكن إحنا نستعمل لا لوجيك بيان سور في الطريقة نتاعنا، نستعمل لا لوجيك لا راسيوناليتي ولا سيونس في الحجج نتاعنا.
والناس تعملوا على المنطق. فلازم كما قبيلات سمعتك انت استعملت كثير، قالت لك انت تفهمك مغالطه تاع الاستدلال الدائري، مي جي لامبريسيون ما فهمتش شنو هو الاستدلال الدائري. مثلا انا دوك نجبد لك نقول لك الدين تاعي هو الصح. قول لي كيفاش عرفت؟ نقول لك مكتوب في كتاب. قول لي شكون اللي كتب كتاب؟ نقول لك ميهوب. نقول لك انا اله. قول لي كيفاش تقول لواحد كيفاش عرفت؟ تقول لي ميهوب. كيفاش عرفت؟ موجود في كتاب. شكون اللي كتب كتاب؟ ميهوب. شكون اللي قال لك مكتوبه في كتاب؟ هذا يسموه ارغيومون سيركولار، يسموها الاستدلال الدائري. ما نقدروش نستعملوه في اقناع طرف اخر. انا نلزمك فقط لي نجيك لنقطة الاستدلال الدائري. قبل ما نستدل أنا بنصوص من القرآن لإظهار حق المرأة، الأخت الكريمة بدأت قالت لي هي خرجت من الدين الإسلامي بسبب وجود نصوص في القرآن الكريم التي تؤمن بها فيها إجحاف للمرأة، لأن الأخت الكريمة استدلت بنصوص من القرآن الكريم تؤكد فيها هناك إهانة للمرأة، استخدمت نفس المصدر اللي اعتمدت به هو القرآن بنصوص مذكورة في القرآن لتعكس نهائيا الكلام اللي قالته. وهنا نلجأ كما قلت للمنطق، إذا كان كاين نصوص تناقض الشرح البشري للنص اللي اعتمدته هي، فبالتالي يكون كاين تناقض. يعني ما نقدرش يتحدث من نصوص القرآن ونروح نتحدث لها أنا عما يقوله داروين أو أفلاطون أو أرسطو. لا هنا يعني عندك الحق. وي فوالا، دونك ما كانش خطأ في الإسلام. لا هنا عندك الحق. شوف في الإسلام مانيش عارف، أنا مازال ما فهمتش المنهجية تاعك إذا أنت كنت من أهل السنة والجماعة، باسكو أنت جو بونس وعندك الحق. اسمع مليح ذا فوبيس، أنا بالنسبة لي لو كان تقول لي أنا نأمن غير بسورة الإخلاص ومسلم، أنا بالنسبة لي أنت مسلم، ما دخلش روحي فيك. أنا مشي شغلي. لازم باش نفهمك الأستاذ، اسمح لي غير هذا. أنت هو الحق، شوف أنا ما دخلش روحي فيك. أنا تكون قرآني، تكون مؤول، تكون نكراني، تكون سني، تكون شيعي، مشي شغلي، أنت حر. أنا فقط لما نناقشك بطبيعة الحال أنت جزائري 98% في الإسلام الجزائري هو المذهب المالكي من أهل السنة والجماعة، وهذا الشيء واضح. فيما يخص انت مانيش عارف الاستاذ فوبيس، ماني نشوف فيك بايزوم كما التاويل تاع الايه بسم الله الرحمن الرحيم وان خفتم نشوزهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربهن حتى يطعنكم. هذه الايه بتفسير كل العلماء المسلمين يعني تدل على ان يعني الرجل تاديب المراه، طريقه ضرب المراه فيها اختلاف، هذه نوافقك فيها. ابن العباس ابن عم الرسول وحبر الأمة، اسمح لي غير هالجملة، ابن العباس اللي هو صانع له الرسول اللي كتب القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول لك الضرب بالسواك، يقول لك رمزي ضرب بالسواك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول لك واضربوهن ضربا غير مبرح، يقول لك في حديث آخر علقوا الصوت حتى يراه أهل البيت. غادي ندخل لك زوج أحاديث ونسكت. يقول لك في حديث ثالث لا يجلد أحدكم امرأته جلد الآمة ثم يجامعها في الليل. وعندنا حديث رابع اللي ضرب فيه عائشة أم المؤمنين تقول لك لا هذني فأوجعتني في حديث صحيح في البخاري ومسلم. وهذا تحب نعطيك المصادر خويا، قول لي نعطيك رقم الحديث، نعطيك كاع المصادر باش تبحث. وأنا راني يتبعوني الناس بزاف علماء مسلمين، درت معاهم دي ديبا وأئمة، يعني ما نمدش حديث ضعيف ولا، لأنهم راح يمسكوني عليه وراح يقولوا لي أنت كذا وكذا عملت هذا الشيء. ألور وما نحبكش تأمني، كي نعطيك حاجة طالبني بالدليل نعطيك الأدلة حبيبي. تفضل خويا. إذا باعتباري نحكيك أنا المجال، أنا أدرس علم آثار archaeology، أوكي؟ دونك يعني دراستي لكل دين تمشي من الأساسية، ما هو المصدر الأساسي في ذلك الدين. يعني مش طرح قلت للدين الإسلام، مش طرح أنه منهج لا أعتمد استنادا كما قلت لأنني جزائري وبالتالي فأنا سني وبالتالي فمذهبي مالكي وبالتالي فأنا سأعتمد على هذا المنهج. لا، أنا من الصغر لما بديت نقرأ في اللاتن، أوكي، ودراسة كل الميثولوجيا والأسرة تحب تعرفها سواء في الحضارة الفرعونية المصرية اليونانية الرومانية انطلاقا بالديانة المسيحية واليهودية، باش نوصلوا إلى جزئية الإسلام. لما نروح للإسلام، الجوهر والأساس المصدر هو القرآن الكريم، أوكي؟ يعني أساس الدين الإسلامي أول شيء هو القرآن الكريم. بعد ذلك أكيد يعني في التشريع أو في القانون كما تحدثت كاين أساسيات هي السنة والإجماع وما إلى ذلك. حبيت فقط نقول لك حاجة، المسلمين يعرفوا أن القرآن هو بالنسبة للتفكير المسلم المسلمين يأمنوا أن القرآن هو كلام الله المنزه الذي لا يحرف أي محمي،
غير ذلك من اجتهادات بشرية، لأن كل الأسماء الكريمة اللي قامت باجتهاداتها وأعمالها وما إلى ذلك هم عملوا المجهود تاعهم، لكن كل كان بعد 150 سنة أبسط شيء. يعني ديجا الأساسية، المرجع الأساسي هو القرآن الكريم كنقطة أساسية، لأن القرآن هو المصدر الأساسي. إذا كان في السنة أو في الإجماع أو في التفسير شيء مناقض للجوهر واللب الموجود في القرآن، هذا مش ناخذه بالسنة ونخلو الأساس اللي هو أصلا القرآن. أوكي، بعد حتى لما نمشوا للسنة، السنة نعرفوا إنه في السنة كاين شيء اسمه السند والمتن والترتيب الكامل للكرونولوجية باش نعرفوا مدى مصداقية الحديث، هل الحديث هذا يتوافق مع الجزئية ولا لا. نمشي نعطيك مثال بسيط جدا باش نقول لك شنو المنطق اللي نستخدمه أنا، يعني مش نزعم على جل سني أو أنني محمدي أو أنني مالكي كما تقول. الدين في القرآن عند كل الأنبياء هو الإسلام. الإسلام. أما جزئيات السنة والشيعة والمذاهب وما إلى ذلك، كل هذه التقسيمات نعرف قاعدة ديفيزي بور ميو غينيه، يعني كل قوة مهما تكون لازم يتم تجزئتها وتفصيلها من أجل إضعافها. قل لي أنت أنه في السنة هناك حديث صحيح 100% ويؤكده كل هذا الناس الدارسين على أن الضرب موجود. أوكي، مش نعرف أنا شخصيا هل هذا الحديث يعني صحيح فعليا أو لا. إذا كان يناقض جزئية موجودة في القرآن الكريم، هذا لا يعني أن التناقض زي من القرآن، وإنما هذا الحديث غير صحيح. مثلا يقول لي أنت لا، الضرب، واجتهد هؤلاء الناس يجوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ليشرحوا ويفسروا كيف تضربها ضربا خفيفا أو تضربها بالسواك أو كذا. نمشي لك للقرآن، لو كان الضرب في معاملة الرجل مع المرأة شيء أساسي، ذكر الكثير من القصص القرآن الكريم الذي لا يحرف بين علاقة المرأة والرجل، امرأة ومرته، في معاملات اللي ما كانش فيها الضرب. مثلا زوج، نعطيت لها المثال اللي قصدهم لها، لوط عليه السلام زوجته خاناته، أعطاها أوامر، يعني فكنا من إنه بالقصة نهزوها، يعني نعتبروها أسطورة. أنت ملحد، أعتبر إنه هذا تكست يعني أسطورة، لا تؤمن بأنه كلام، لا أسطورة. ونروحوا للجانب السيكولوجي، يعني لكن الملحد دخله من الجانب السيكولوجي او النفسي لفهم يعني العلاقه والتناقض المنطقي. اذا في هناك قصه تحكي عن لوط وزوجته، زوجة لوط خانت لوط، هل لما زوجة لوط قامت بخيانه هل ضربها لوط؟ لم يضربها بل تركها. اذا في التفسير النفسي والسيكولوجي ان زوج رغم خيانة زوجته لم يعاقبها ولم يضربها بل هجرها. مثلا حواء لما أكلت من يعني الثمرة، هو هناك خيانة أو معصية كلام، أو أنها مدت لرجلها رأي غلط أدت به إلى التهلكة، أنه ينزل من مكان كبير إلى مكان واطي. لماذا آدم لم يضرب حواء؟ باش يمد النموذج أن المرأة إذا يعني غلطت مع زوجها أو ودت زوجها إلى شيء غير صحيح أنه لازم يضرب زوجته. موسى عليه السلام اللي كان عنده قوة، يعني شخص عنده قوة وعنده بأس، ضرب على يهودي مات، لكنه مع المرأة يرعى الغنم كان رقيق مع قالها ما خطبك. الخطب في الأدب العربي دلالة على الاحترام. إذا موسى يعني رجال، لازم تضحك الأخت الكريمة لأنها لا تنكر أصلا وجود الله، أنا أحكيها من جانب الميثولوجيا باش ترتاحي. هذه الأسطورة ليدرسوا علم النفس والسيسيولوجيا باش يفهموا المنطق تاعها من هذا المنطلق، كما ليليان ايلوديسيد هومير باش تفهمي الشخصيه ونفسيتها السيكولوجيه. عندك مثلا كما قلت ليش ليش طولت شويه، موسى كرجل مع زوجته اللي كان قاسي، عندك لوط كرجل مع زوجته اللي خاناته، ادم كرجل مع مرته اللي اداته في داهيه، لكن هذوما الثلاثه لما داروا القران ما قالكش ضربها. اذا كان انسان باش يعطيك النموذج كيفيه معامله المراه هم الانبياء والرسل وليسوا بشر بعد موت الرسول ب 150 سنه باش يجي يوريك كيفاش تضرب مرتك. الانبياء بس غير واحد الكلمه وانا هنزل. اوكي، هضري على بنات لوط. لا ما تروحيش ما تروحيش بليز. عرفتي علاش؟ اول حاجه بغيت نفهم غير هذا السيد، هذه القضيه اللي كيقول لك تاع لوط ما ضربش مراته، منين جابها؟ نعم، منين جبتي هذه القضيه تاع لوط ما ضربش مراته؟ مذكورة في القرآن الكريم قصة لوط، أنه لم يضربها، لم يضربها زوجته لما خانته،
هجرها يعني، تركها وهجرها. لا، ولكن وجدنا واش موقف مكتوبة لم يعني يضربها؟ واش مكتوبة لم مكتوبة يضربها؟ الموقف معاملته معها، ما لم يعني يكون فهمت شو نقصد، واش لكن مكتوبة لم يضربها؟ مش مكتوبة لم يضربها، لكن لكم ونيش الضرب كتقول راه ما ضرب. ضربهاش؟ عش كتقولها؟ المعاملة تعطي حاجة اسمها الاستنتاج، الاستدلال. روح اقرا القصة لا، نوصيلي، هذه اشدي القصة. استنتجتيها، هذه لم استنتجتيها، هذه استنتجها، ما كان كتعاودتيها لنا مفهوموني. شحال من مرة، ولا بغيت نعرف لا لا فين شوف، كاينة، انا مش بغيت حبيت نعرف. نوصلك بالعامية باش تفهمي، بس كنت شاعر اكيد ما تقاطعنيش حيت اخي ما كيتسمعش اسمعي. هذاك الهضره ديالنا بجوج. اوكي، راه تصنتنا لك شحال في حاجه. هضرتي لنا هذا الموضوع كتعاود فيها وكتركز عليها وكتعاود كتقول ما ضربتيش، مع العلم ما كاين حتى شي حاجه اللي ما كاين حتى دليل انه لوط ما ضربهاش. كون قلتي لي مكتوبه بانه لم يضرب زوجته تبقى أنت معك، سطحية قلتيها في فهمك، عفاك بليز أنت بليز سطحية في فهمك. بليز، المعنى انا كان هنشي انا يقول هنشي الضرب اخي هو اخي شيء بليز بليز. أساسي للمرأة، نذكر في أكثر من كتقاطع موقف كتقاطع يا نبي أو حمار رسول هنزل ضرب زوجته هنزل. باش يكون النموذج والقوة لنعتمدوها، لكن ما كان حتى نبي أو رسول في القرآن الكريم قلت لك قصة أنه ضرب زوجته، اخي واش ما فبالتالي رديتيش الضرب بالك؟ ليس كتفكري جنسية دماغك أصلا في علاقة ما المرأة رديتيش البال يا اخي، راك احتكرتي شويه المايك. اوكي، راه تصنتنا لك ولينا داري لك انا وميهوب هكا، ولينا حنا كنطلبوا. تحكي اوكي، بهدوء، ما تعيطيش، ما تبقاش راه بالعاني درتو باش تصنت، ما تعيطيش، هادشي اللي كيبان لنا هذه هي السياسه اللي لا كتبان، نرفع ما صوتنا، عليناش. بل نرفع فكرنا الاخت الكريمه، لا انا ما كرفعش نرفع صوتي، غير قربت صوتنا، المايك، ما انا غير نرفعش قربت صوتنا، المايك. انت اوكي، انا تحتملي ما رفعش صوتي من دابا، غير زدت المايك، معليش زدت المايك. انت اوكي، تحتملي الاسلوب الوغ، الاستدلال، اول حاجه يا انا اخي، اكثر كل من ما مستدل. الا كتستدل بشي حاجه، انا او الاخ ميهوب فاش كنستدلو بشي حاجه كنعطو الادله، داكوغ، كيما جا الاخ ما تقاطعنيش، واه عرفتي شحال انت كتهضر، ما حتى واحد فينا ما احتكرت المايك وما قلنا حتى شي حاجه. اوكي، دونك عافاك فاش نتحدث ما تقاطعنيش. هذه تلعبي اوكي، دور الضحية انت بزاف، ما تعتمدينه ما انت 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 فاش لعبتي دور الضحية ما قلنا لك شيء، ياك انت ها الشخصانة، ها الشخصانة، ها الشخصانة. اوكي اوكي بليز، خليني عافاك نكمل النقطة ديالي. اوكي، خليني نكمل النقطة ديالي، حيت خليني نكمل النقطة ديالي. اوكي صافي، نقدر نتفضل؟ اكيد تفضلي. شكرا. الوغ، اول حاجه، حيت كتكررها وكتكررها وكتكررها وبالعاني كتكررها باش تبين، كتقول بانه لوط ما ضربش الزوجه ديالو، بانه موسى ما ضربش الزوجه ديالو، بان انا بغيتك تعطيني كما كنستدلوا حنايا بالادله، اعطينا دليل بانه ما ضربهاش، قولي بانه فعلت له زوجته ولم يضربها، غادي نتفق معك، حنا عطيناك ادله بانه القران. خليني عافاك ما تقاطعنيش، داكوغ، حيت قبيله كنت كنهضر وقاطعتيني، قطعتي لي الصوت وبديتي كتهضر. الاخ ميهوب عطاك الاحاديث ديال الضرب غير المبرح اللي كانت في حجه الوداع، اي واحد يمشي يشوف حجه الوداع ديال الرسول كيقول لك واضربوهن ضربا غير مبرح، عطاك وعلق الصوت حيث يرى اهل البيت فهو ادب لهم، عطاك ديال عطاك بزاف. نرجع للقضيه تاع الضرب، انت لفقتي واحد التويشيه ولكن شغلك هذاك، عافاك ما تقاطعنيش، ما تقاطعنيش داكوغ. هاد القضيه الايه ديال اللي في سوره القران، في سوره النساء في 34، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، انت قلتي الضرب بالهجران، واش انا السؤال اللي هو بسيط، واش الله مكلخ انه يقول اهجروهن ويعاود اهجروهن بالضرب؟ انا ما فهمتش هاد القضيه، حيت قال لك واهجروهن واضربوهن، وانت كتقول لنا الضرب هو الهجران، مع العلم قالها قبل منه. ياك انت يا اخي زعما قاري ودكتور وهذا، يعني اي واحد هيقرا هاد الايه هيبان ليه، هتبان ليه المعنى ديالها، داكوغ. دونك بلا ما ندلسو على هاد القضيه، المهم انا هي النقطه اللي بغيت نقول، وما تقول بغيت تبقى تعاود في لوط وزوجات لوط وهذا، عطينا الدليل بانه ما ضربهاش، حيت داكشي اش قلت لك عطيني فين كاينه، انت فقط درتي استنتاج، قدرتي استنتاج ديالك، ولكن هذا لا يعني انه ما ضربهاش، كما حنايا عندنا الرسول ضرب عائشه، فلا هديني لهدا. شوفي هنا، تفضل، راه يدير غلطه في راسه، راهي مكتوبه في القران، حتى ولو ضربها ولا ما ضربهاش ما تهمناش، لانه هذاك التشريع لا يهمنا، انه احنا اللي يهمنا بما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم من تشريع، واللي يهمنا. انا حاب سؤال الاخ فوبيس،
هو يقول لنا هذا الكلام اللي جابه فيما يخص تاع الضرب، معنى الضرب من اين اتى بهذا، ما كان حبوا نعرف مصدر. وكان معلومه قلتها له ما يعرفش هو القانون 144 مكرر اثنين. قانون 144 مكرر اثنين في قول القانون الجزائري، لو كان تستهزأ حديث البخاري مثلا تاع النخامه، كاين حديث يسموه حديث النخامه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينخم والصحابه كانوا يتبركوا به، هذا الحديث يضحك ولا حديث بئر بضاعه. الرسول كان يتوضا من بئر، هذا البئر يرمى فيه الحيض ودم الكلاب ودم الذئاب والوسخ، يعني كلش كان يرمى فيه، وهذا حديث صحيح. لو كان في الجزائر تضحك على هذا الحديث، كاي قانون 144 مكرر اثنين الناس ضحكوا عليه دخلوا السجن من 350. قانون 144 يسموه الاستهزاء بمعلومه من الدين. لماذا؟ لانه في المنهاج تاع اهل السنه والجماعه في الجزائر عندك القران وعندك السنه، يعني السنه مش انت ولا انا، الا درتها عندك الحق. كما قلت لك قبيلات تقدر تدير استقراء، قال انا هذا الحديث ما نامنش به، خلاص هنا عندك الحق، ولكن انت لست من اهل السنه والجماعه، تقدر تكون مسلم، هذه حق. انا اللي حاب نعرف المنهاج اللي استعملته الاستاذ فوبيا، المنهاج اللي استعملته باش تفهم هذا وانت وصلت انه الضرب لا يعني الضرب، واش من قاموس استعملته؟ هل انت اعلم من شيخ يعني البلاغه والعروض الطبري او ابن كثير، يعني هذا الناس اللي كانوا يعني علماء مش فقط في التفسير، كانوا علماء في اللغه العربيه، كيفاش وصلت انتايا لهذه المعرفه الى تفسرنا الايه وان خفتم نشوزور، رغم انه الايه سياقها واضح يعني راهي مرتبه النصيحه. وننقلها لك بكل بساطه، لو كان نسالك درك الاخ فوبيس غير هذه الجمله ونسكت، ما نحبش نطول في الكلام، انا نحب نهضر ماكس دقيقه دقيقتين. كان نقول لك وان خفتم نشوزهن، ما معناها؟ راح توافقني فيها، النشوز هو التعالي والتكبر كما موجودة في كل قواميس اللغة العربية، يعني مفهوم، راح توافقني. قل لك فعظوهن، راح توافقني. قل الموعظة هي النصيحة وكذا، راح توافقني، تعرف علاه. ومن بعد نسقسيك وهجروهن في المضيجة، راح توافقني. هتقول لي نعم الهجر هو انك تفارقها في الفراش وكلش، تقول لك واضربوهن، تنزعج. انه في 2024 كلام اليوم ما يتماشاش مع الكلام في القرن السابع، كما زواج صغيرة، ضرب المرأة، العبودية اللي موجودة في القرآن، ملك اليمين، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، التعدد. أنا بغيت نحكي لك باش نفوتوا، باش الناس يفهموا، ما يهمش ما نبقاوش فيها الأخرى، باش تروح تبحث، الضرب خلاص راه واضح. إذا أنت عندك استقراء آخر هذا حقك، أنا ندير لي استقراء فوق الراس والعين. التعدد، تقدر تقول لي سبب لماذا؟ يعني الرجل عنده الحق يتزوج بربع نساء، باش ما نطولش عليك، والمرأة عندها الحق بواحد. في دقيقة راك داخل في 10 دقائق، عندي تايمر، الأخت حدثت 15 دقيقة وأنت 10، بيناتكم نص ساعة وأنت تهضروا. كيفاش 15؟ حنا نلعبوا 5 دقائق وراهي 3 دقائق و50. كمل كيفاش 15 فوبيس وأنا بديت نهضر كي بدات الجولة وراهي درك 3 دقائق. كمل جزئية كاع تفضل. معليش سبحان ربك رب. كنت أنا من بدات الجولة بديت نهضر وراهي شوف شحال راهي دروك. راهي 3 دقائق ما كاش مشكل. الا حبيت قول لي كيفاش 4 ماشي 1، هل 4 يساوي 1؟ تحدثت الاخت وما ما قلت والو، وركب تتحدث، كملوا حديثكم. لا لا قول لي في فوبيا في في التعدد، الرجل له 4 والمراه عندها 1، تعطيني حد نقاط مختلفه. فانت انسان علمي ومنطقي، تحدثت على 4 نقاط مختلفة، لا واحدة ما تربط بوحدة. معليش تفضل لك الحلال. هذا التشتيت ليس منهج، هذا يسموه التلاعب يعني فقط في السيكولوجيا. تحدثت الأخت الكريمة هنا وتحدث الأخ ميهو، فقط للتوضيح الأخ الكريم لما قلت فوبيا هو رابر جزائري وليد بلادنا اللي نشرفوا به، تحية كبيرة ليه. ناس كثير تعتبرني توأم وأنا فقط كما قلتها في الأول فوبوس أكثر من مرة، لكن بلك غلطي سيبقى غلط. فوبيا راه صديقي وراه كان عندي في اللايف، كنا بشر وكنا خطائين، ما كانش مشكل الأخ الكريم. احنا نحكي دوك أنايا اوكي، راهي زوج دقائق و30، معليش نحكي زوج دقائق و30 لاني تم التايمر راكم تشوفوا فيه، زوج دقائق و30 اوكي. بالنسبه لفكره معامله الرجل مع المراه الزوجين، هل يكون هناك احترام او يكون كاين تعنيف وضرب للمراه؟ انا لما استدليت بقصص موجوده في القران عن انبياء مثل موسى، لوط، سليمان او ادم، القصص اللي يقراهم كل من دارس ما يسمى بالسيكولوجيا أو بعلم النفس واللغوي والمنطق في المعاملات ما بيناتهم، في المعاملة ما بيناتهم هناك
استنتاج من المعامله تاع ما يسمى بالاحترام. قل لي كيفاش هذاك الشيء؟ لما نروحوا للنصطع موسى عليه السلام، نعرف انه موسى مذكور انه لما دافع على اليهودي ضد اللي من قوم فرعون ضربه ضربا فقتله، فخاف فهرب. ففي النصوص الإسرائيليات أو في الإنجيل أو في التوراة أنه إنسان عنده قوة وعنده بأس، لكنه لما راح للمرأتين قال لهم ما خطبكما، والدارسين للغة والأدب يعرفوا كلمة الخصمة معناها، وأسقاهما ومشى هو القدام وهما من ورا وهما يرموا في الحجر وهو يتبع لكي لا يراهما. يعني كيفاش احترم المرأتين رغم قوته، والمرأة اللي بعد تزوج منها من بناته، والنص مذكور جدا في القرآن الكريم. نفس الشيء بالنسبة إلى آدم، قلنا باعتبار آدم وحواء كزوجين زوجته غلطة خطأ كبير اللي أداهم ينزلوا من مكان إلى مكان، في المعاملة مش مذكور ولا جزئية تبين إنه قال اهبطوا لبعضكم زوجا لزوج، يعني أنتم سند، ما كانش عقاب أو يقول عليه مثلا. يعني مش بغيت نقول أن الأنبياء والرسل في معاملتهم مع أزواجهم هم النموذج والقدوة، لو كان الضرب نقطة أساسية في معاملة الرجل للمرأة لا ذكر قصة من قصص أحد هذه الأنبياء أو الرسل، لما لوط زوجته غدرات، ولا لما حواء غدرت آدم، أو موسى مع الآخر، يكون كاين قصة أو عبرة من نبي أو رسول في القرآن الكريم على أن الضرب شيء أساسي للمرأة، لكنه غير مذكور. وبالتالي أي تفسير من البشريين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يحبوا يتفلسفوا ويتفننوا باش يعطونا أنه الضرب شيء أساسي، لكانت الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم بقصة كنموذج وقدوة، لكنه لم يكن. وبالتالي بالنسبة لي الضرب هنا مفهوم معاملة الأنبياء والرسل مع أزواجهم، وليس السلف الصالح الذي تحدثني عنه. اسكو سي كلير؟ يعني فلاكس ما معنى الآية؟ تقدر تجاوبني على الآية؟ هذه أنا منطقي في كلامي ولا لا؟ في معلش الاستدلال، معلش تقدر هل أنا منطقي في كلامي أو لا؟ لا أنت لست منطقي، أنت لست منطقي؟ نعم أنا يعني أعطيني ليش ما كانش حتى نبي ضرب مرته معلش ضرب مرته؟ لأنه لا معنى الضرب أساسي، نعم. لماذا تتهرب؟ الأنبياء والرسل هم القدوة والنموذج، لماذا لا يوجد هناك أي نبي أو رسول في القرآن الكريم آية عن الضرب المبرح للمرأة باش يكون النموذج يتبعه؟ الأنبياء والرسل سليمان وموسى ولوط وآدم هم النموذج والقدوة، القصص المذكورة كان احترام ورقي ولم يكن هناك ضرب، فلماذا تريد أخذ حديث بشري بعد 150 سنة نقيض لمعاملة كل هؤلاء الأنبياء والرسل المذكورة في القرآن؟ أنا وي شكرا فوبيا، تقدر سؤالي نعاود سؤال، تقدر تقول لي ما معنى للمرة الثانية الاعتماد على فوبيس؟ فوبيس يا اسمح لي استاذ فوبيس، اوكي عايزك بميهو باسمك احترمتك، لا تعتمد الاستفزاز معي لانه اسلوب الضعفاء، خليك انسان عقلاني اعتذر منك والله غلطت فوبيس، لانه الاستفزاز هذا معلش هو اسلوب معلش الضعفاء. معلش ما تكونش معلش معلش ما تكونش معلش ما تكونش موسوس، ما قصدتها ما قصدتهاش، لو كان قصدتها نقول لك. المرة الثالثة يعني تعتمدها؟ لا والله ما اعتمدتها، معليش تضرب كلمة ثم ردة الفعل، لما اعتقدت الفعل تتمسك معليش اسمح لي ما قصدتش ولا الفوجة، لا على أنتم لستم ضحايا، ما تكونش من هذوك اللي تنطبق عليهم كلمة، أنت تعتمد على الاستفزاز وتحب تلعب دور الضحية. معليش معليش ما تبكيش الله يخليك، كونك راجل ما تبكيش. لا أصلا أنا قلت لك غلطت. يكون حاطة للرجل الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق وبكى، يعقوب أبو يوسف وبكى، البكاء للبشر ككل رجال ونساء هاي فاتت دقيقة مذكورة في القرآن الكريم ونترعى بهذه النقطة وبهذه الجزئية. أنا مش لازم يحب لك، أنا راني معلش تقدر معلش تقدر تفسر لنا الآية الله يخليك. معلش معلش أنا ثاني استخدمت فوبيس 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 استخدمت التشتيت استخدمت استخدمت وحدي وما فيش فوبيس من فضلك أنا أحترمك. معلش نجيب الماء ونجي معلش نجيب الماء ونجي أي واحد في زي السوايع كي تكون ماكلة راح تضطر تقف نجيب الماء ونجي شتا فوبيا واش درت لي درت لي مشاكل والله العظيم ما فوبيا غير غادي نعايرك على جالك هاك تشوف انا غلطت مع السيد هو يسموه فوبيز وانا قلت لك انا عندي راه عندي انا غلطت فيك وعندك الصح واسمح لي باسكو فوبيا كان يجي عندي 3 شهور ويجي عندي سي بو ساني غلطت في هذا الاسم لا تعلق بفوبيا ولا بفوبس ما لا لا معليش انا غلطت اديان والجزئيه الاساسيه معليش نسحبها 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 لا يهمني فوبوس لا يهمني فوبيا معليش نسحبها نتحدث عن الجزئيات اللادينيه استنادا على ما تسمونه انتم بحق المراه اعطينا الجزئيه اعطينا النصوص النقاش
النقاش الفلسفي، التحليل النفسي، اللغوي، وتم طي النقطة على تبقوا في حلقة مفروغة التلاعب، والآن تنشو إلى شخص أنتي هذا لا ينتمي للنقاش والنقد العلمي أو الموضوعي. شكرا، يعطيك الصحة. تقدر تفسر لي الآية ولا هذيك تاع ولا وين خفتم نشوزهن فاضربوهن؟ تقدر تقول لي واش يقصد الله هنا؟ أنت في حلقة مفرغة عن ساعتين أعطوني دليلكم من القرآن عن إهانة المرأة، أعطيت لكم الدليل من القرآن الكريم عن القصص المذكورة في احترام المرأة، رفعت النقطة الأساسية هنا أنه يؤخذ من القرآن عن هذه الجزئية، وراكم في حلقة مفرغة، التكرار بحلقة مفرغة، الجمهور والمشاهدين ينزعجوا من الأمر، وباعتبار انكم ممكن نسيتوا وش حكيت ما تخافوش، راح نهبط الجزئيه بكل، يعني اللايف مسجل عندي وعندكم في زوج، راح نهبط الجزئيه باختصار هذا الكلام والتلاعب المكرر بجزئيته، ونهبط ونخلوا الراي للجمهور، ملحدين، يهود، ماسون، فضائيين، مجوس، يقدموا رايهم عن هذه الجزئيه بكل موضوعيه، وشتيني انا ما بدي سبني طيح نخلي طريقه تاعهم، فما تخافوش، اعتقد اني ناقشتكم في هذه الجزئيه، اذا عندكم جزئيه غير الحيض والدم وحق المراه في القران الكريم بسبب الالحاد وانكار هذا الشيء، اعطيت لكم ال عندك 10 دقائق تتهدر عن قيمه المراه وعن حق المراه، اذا عندكم جزئيه اخرى للاستشهاد بها اذا تبقوا في حلقه مفرغه وتكرار فارغ، اعتقد انه قدرونا نقولوا سؤال هكا، هدرت 5 دقائق الاولى قلت دقيقه ودرك ثاني 5 دقائق زوج هدر، قلت لك ما معنى الايه اللي يقول فيها الله عز وجل واضربوهن من فضلك؟ هذه ما كان باسكو شوف القصد، هدرت على كلش والحاجه الاهم، السؤال الاهم ما جاوبتش، واش معنى كي الله قال لك هنا دار لك سياق في الايه وان خفتم نشوزهن فاعظوهن واهجروهم واضربوهن، واش يقصد هنا واضربوهن؟ هذا ما كان سؤال بسيط. نجاوبك وقت تفهم في 50 ثانية، انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. قصص كثيرة عن مريم، امرأة بصورة مريم، تقديس مريم العذراء، عن قصص ملكة بلقيس، عن قصة حواء، كل هذه القصص ما أخذتكش للتأمل والتدبر عن حق المرأة وقيمة المرأة كملكة وكأم وكقديسة وكشيء عظيم، لكنك ركزت على كلمة حسب تفكيرك وتفسيرك من أجل محاولة ضم أنه صم بكم عمي فهم لا يفقهون. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. من حقك تشوف الجزئية هذيك وتخليك تكون ملحد وأحترم رأيك، ومن حقي تشوف جزئية مريم والملكة بلقيس وقيمة المرأة وتتأملون، أفلا تتدبرون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلى ملحدين والناس تدرس الفيزياء. نعطيك أنا نقطة تفسير، مثلا صورة الحديد قبل ما يخرج الجدول الدوري في العدد الذري والعدد الكتلي الموجود بعد 18، يعني في القرن 18 في القرآن الكريم، عدد رقم الآيات والترتيب الآية الحديد بالعدد الكتلي والعدد الذري خلى ملحدين في علم الفيزياء وعلم الفلك وعلم الأرقام والعلم اللغوي يصلوا إلى وظفاك 1400 سنة، إنسان أمي جاهل يصل إلى هذا الكم من العلم فيما يتعلق بالفيزياء والكيمياء والكم، يصل إلى هذه الأشياء تخليهم يتأملوا يتدبروا خلق الله. والله ذكر يعني أشباهكم مذكورين في القرآن الكريم، أنه راح يجي وقت مهما جادلتيهم، مهما جبت لهم أدلة، مهما ناقشتيهم، راح يبقوا في غلبت عليهم الضلالة والمسكنة. يعني أعتقد أني جاوبتكم على الجزئية تاعكم، أكثر من ساعتين تعتمدوا في الأسلوب التشتيت والمراوغة، ما كنتش باغي نديروا، حكيت معك بالمنطق بعيدا عن الدين باعتباره علم أساطير وميثولوجيا، لكن قلت لي لا، اعتمدت المنطق لا تؤمن بالمنطق، اعتمدت العلم لا تؤمن بالعلم، اعتمدت على الأسلوب اللغوي لا تؤمن بالأسلوب اللغوي، لأنك متزمت لرأيك ولا تكون محترم للرأي الآخر، وبالتالي نقول لكم سلام، وإذا خطبك الجاهلون قولوا سلاما. با 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 برافو فوبيس، برافو فوبيا أربا ما نش نسمعه فيك هنا، عندك الصوت ويلي ويلي. قال لك أعطانا الدليل العلمي وأعطانا الدليل أركيولوجي والدليل سيكولوجي وتيكولوجي وريكولوجي كوركولوجي وحركولوجي وضربولوجي وما جاوب والو، ما جاوب والو اصلا الايه تاع المحصنات فاش عطيتها لي مشى نقز لي، قال لي انا بلقيس وجبد لي حواء، شتو القران ينساكن.
لا، القرآن ما هو، هو إنسان نية. هذا القراءة نتاعو، الإشكال نتاعو مام في الاستقراءات نتاعو فو وخاف. اكتشفي عاود له السؤال، أنا حبيته يكون بقى، حبيته خلاص ما نزيدش نعاود له، نقول له الضرب ونحوس نهضر له، خاف لا نروح له للتعدد 4-1 ونقول له 4 راه عرفها سي وي عمر مغالطة منطقية دارها قد الخ. ايوا قال لك في القران وما جاوبش، قال لك القران كيعطيك المساواه بين المراه والرجل. انا بغيتو يعطيني المساواه، فين هو الارث؟ المساواه الشهاده هذوك راه معروفين احنا لينا هنا. يو كان يستند لك على تشريعات، الا رحنا استندنا على تشريعات روحوا عند اليهود والنصارى، المراه هي فيهم كالكلب، نفسها نفس كما في الاسلام في الكتب نتاعهم. هذا الشيء لا يعتمد عليه، هو نروحوا نشوفوا الكتب تاعهم، المراه نفس الشيء، النصارى تحكي مع المراه. ولكن كما يقولوا ما نكذبش عليك، انا نعتمد اسلوب اخر، انا ما نتقلقش مع هذا الناس، انا اعلم وهم لا يعلمون، فهمتي؟